أهلا بكم مشاهدينا إلى التونسية. أسبوع مرة على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ولم تنتهي بعد ارتدادات ما وصف بالزلزال السياسي. بعض المرشحين قرروا الاستقالة من الأحزاب التي خاضوا باسمها الاستحقاق الرئاسي على وقع النسبة المتدنية جدا التي حصلوا عليها. غالبية الأحزاب والتيارات الرئيسة الخاسرة تقول إنها عاكفة على إجراء تقييم ذاتي لما تعتبره انتكاسة انتخابية، عساها بذلك تتجنب ربما انتكاسة مماثلة في الانتخابات التشريعية. وما بين الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي حديث عن أزمة هوية داخل حركة النهضة، عكسها استمرار تراجع التأييد الشعبي لها كما أظهرت النتائج الأخيرة. بكل الأحوال معنا في التونسية اليوم من العاصمة تونس عضو المكتب السياسي لحركة النهضة وعضو مجلس الشورى للحركة سيد عبد العزيز التميمي، وأيضا معنا من العاصمة تونس سيد مراد البكوري عضو الأمانة العامة لحركة تونس إلى الأمام. مرحبا بكما ضيفينا. وقبل أن نبدأ التونسية نتعرف على ضيفين في هذا التقرير. عبد العزيز التميمي من مواليد آب أغسطس عام 1956، إعلامي وباحث سياسي، من قياديي الحركة الطلابية خلال فترة الثمانينيات، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي بين 2001 و2011، كاتب عام في منتدى الجاحظ بين عامي 2004 و2011، عضو المكتب السياسي وعضو مجلس الشورى في حركة النهضة. مراد البكوري من مواليد بنزرت عام 1969، حائز على شهادة مهندس مساعد في الطيران المدني، ناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس بين 1988 و1991، من مؤسسي حركة الوطنيين الديمقراطيين، منسق جهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عام 2012، من مؤسسي حركة تونس إلى الأمام وعضو في أمانتها العامة. من جديد مرحبا بضيفينا، ولطفا سيد التميمي سأبدأ مع سيد البكوري، على اعتبار أنه مرشحهم في تونس إلى الأمام استقال بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى. أريد استبيانا منك سيد البكوري، هذه الاستقالة للسيد عبيد البريكي هي استقالة من الأمانة العامة للحزب أم استقالة من كل الحزب؟ أولا شكرا على الدعوة. أهلا. وتحية للمشاهدين والمشاهدين والمشاهدات. قبل كل شيء نحب نشكر الناخبات والناخبين اللي صوتونا في الانتخابات الرئاسية للسيد الرفيق عبيد البريكي، والرفيقات والرفاق والمناضلات والمناضلين اللي خدموا معنا وعطاوا كل جهدهم باش نجحوا الحملة الانتخابية بتاعنا برغم كل الصعوبات اللي لقيناها وخاصة الصعوبات المادية. عودة على سؤالك أستاذتي، الرفيق عبيد البريكي حين صرح أنه إذا تحصل على أقل من 3% من الأصوات فإنه سيغادر الأمانة العامة وسيستقيل، وكان هذا موقفا شخصيا له. وبمعرفتي بالرفيق عبيد البريكي وهو رجل يتحمل مسؤوليته، فقد كنت متوقعا يعني يقدم استقالته حين لم يتحصل على هذه النتيجة، وقدمها بصفته الشخصية وقدمها إلى مجلس الأمانة العامة لأنه كانت لديه الشجاعة بأن تحمل مسؤولية الخسارة لوحده. نعم. وكان اليوم لنا لقاء في مجلس الأمانة وهناك اتجاه عام لأنه هذا موقف شخصي، ولا تفعل الاستقالة إلا إذا حسمت فيها لجنة الضمانات الديمقراطية في الحركة، وهناك اتجاه عام من أغلب المناضلين إلى رفض هذه الاستقالة وعودته. طيب، هناك تمسك بسيد البريكي بالنسبة لحركة تونس إلى الأمام، خصوصا أنه هذه الحركة عندما تم تأسيسها، وهنا أريد أن أسأل عن الفشل بالنتائج كما توصف، لأنه لافت أنك وصفت أنك شكرت من ساهم بإنجاح الحملة الانتخابية، وهذه بالمقارنة بالأرقام التي والنسبة التي حصل عليها سيد البريكي فيها مفارقة، وخصوصا أنه يعني تونس إلى الأمام أسست بأنه كان الهدف منها لملمة شتات العائلة اليسارية التونسية، وهذا اقتباس مما قاله أيضا وطرحه سيد البريكي، وتشكيل
تحالف حزبي قوي من شأنه إحداث التوازن السياسي مع حركة النهضة ونداء تونس. فشلتم في الوصول إلى ذلك يعني مقابل النهضة، طالما ضيفنا من حركة النهضة معنا في هذه الحلقة؟ فشلنا ربما، ولكن تقييمنا التقييم سيكون، لن نستطيع أن نقوم بالتقييم مباشرة أشو يعني على السخانة، ولكن سنأخذ مسافة ونقيم التقييم العلمي والمتزن حتى نفهم أكثر ما الذي حدث، لأن هناك أحداث جديدة حدثت. ثم أن حركة تونس الأمام في الأصل هي كانت انطلاقا من فكرة الشهيد شكري بالعيد، صحيح، وهو الحزب اليساري الكبير الذي سيحاول أن يقيم التوازن بين اليمين الديني واليمين الليبرالي. ثم بعد الحديث ومحاولة التجميع حاولنا أن نجمع كل العائلة اليسارية. نعم. أسسنا حركة تونس إلى الأمام وفيها ثلاثة أحزاب انصهرت فيها وفيها كثير من المستقلين. صحيح. ورغم ذلك أنه مؤتمرنا وكان مؤتمرا ناجحا في آخر مارس. تمام. ورغم ذلك حركة وليدة عنها. صحيح. لكنها تستند إلى إرث كبير جدا ومهم جدا، لأنك ذكرت الشهيد شكري بالعيد، والمفهوم والرؤية والرسالة أيضا أو المدرسة التي يطرحها شكري بالعيد هي محل نقاش الآن بالنظر للنتائج، لأن البعض يقول بأنه اليمين يعني المتدين أو اليمين الليبرالي كما تم توصيفه بين الشعبوية واليمين هي ما أفرزتها النتائج الأولى أو الدورة الأولى انتخابات الرئاسية. هذا جدير بالنقاش بالمناسبة سيد البكوري، ولكن ستبقى معنا لطفا بالانتقال إليك سيد عبد العزيز التميمي مع تجديد الترحيب بك. وأود أن أغتنم الفرصة لطفا أيضا في قراءة في تطورات المشهد الانتخابي، هناك اتهام مجددا من المرشح نبيل القروي المتأهل للدورة الثانية انتخابات التشريعية لحركة النهضة، عبر عنه في صحيفة الشروق التونسية، قال بأنه أريد إبعاده من الساحة ومن قام بذلك هو من خسر، وتحديدا رئيس الحكومة يوسف شاهد وحركة النهضة. كيف تعلقون؟ في الواقع أن النهضة لم تخسر، هي في المرتبة الثالثة. أولا أريد أن أوجه تحية إلى مشاهدي قناة الميادين، أوجه تحية لكل المناظرين وكل من ساهم في الحملة الانتخابية والجماهير الشعبية التي التفت حول الأستاذ عبد الفتاح مورو. والنتائج ليست كارثية كما هي بالنسبة لأطراف أخرى. الخسارة الكبيرة هي لليمين، ما يسمى على هذا اليمين الليبرالي المتوحش، وللنظام القديم بما في ذلك اليسار الماركسي الذي فقد هويته ولم يعد يسارا بل هو أقرب إلى اليمين، وقد اعتمد على البرجوازية الطفيلية ولم يعد يعتمد على الحركة العمالية. والشوط بعيد جدا، الشوط بعيد جدا بين الرفيق شكري بالعيد وبين حزب اليسار الآن. شكري بعيد له مسار وطني، فعلا وطني ويساري ديمقراطي، ولكن الآن قد ابتعدوا كثيرا عن خط شكري بعيد. واليمينيين يمينيين بالعكس، ألم يكن العبيد البريكي وزيرا في حكومة الشاهد، وقد تولى الوزارة لمدة استقال منها، لم يستطيع تحمل مسؤوليته، والذي قبل أن يكون في حكومة وحدة وطنية. هذه التي يستهدفها باعتبارها يمين، ووسط بين اليمين الديني واليمين الليبرالي، ولكنه كان عضو في هذه الحكومة، هو كان عضو في هذه الحكومة وفشل في تلك العضوية. طالما السيد التميمي، طالما دخلت في هذا هذه النقطة، سيد التميمي أرجوك، طالما دخلت في هذه النقطة سيد التميمي اسمعني لو سمحت لي سأعود لك سيد البكوري، لكن طالما طرحت هذه النقطة، حكومة يوسف الشاهد من أنقذها هي حركة النهضة. ما قاله السيد عبيد البريكي بأنه خرج لأنه لم يستطع أن يتحمل حجم الفساد الموجود في تلك الحكومة، خصوصا ملفات فساد لها علاقة في البنية الخاصة التحتية الرعاية الخاصة للشعب التونسي بما فيها موضوع الصحة والطبابة وما إلى ذلك وأوسع من ذلك. فإذا كان هناك اتهام إلى أن عبيد البريكي لم يستطع أن يقوم بذلك، أنتم أيضا ساهمتم ببقاء هذه الحكومة، حكومة يوسف الشاهد، كيف تردون على هذا المنطق؟ هو المفروض يتحمل مسؤوليته وواجه الفساد،
ولا يهرب من ملفات الفساد. نعم الحكومة فيها فساد والبلد مملوء بالفساد ومملوء بالفاسدين بالمافيا، هو دوره أن يواجه مسؤوليته وأن يتحمل مسؤولية في مواجهة ذلك الفساد، ليس الهروب من الملفات، هذا هروب من المسؤولية في الواقع. وأنت كنت ثمان سنوات في الحكم ولم تواجه هرب من ذلك الفساد. نعم هنالك أنتم ثمان سنوات في الحكم، ثلاث سنوات مع ترويكا وخمس سنوات بقينا لكي تراقب الثورة الدولة، بقينا لكي تراقب الثورة الدولة وكي تواجه الفساد وتتحمل مسؤوليته في مواجهة الفساد. ولكنه هرب من مواجهة مسؤوليته، هو هرب من مواجهة المسؤولية، المفروض أن يواجه تلك المسؤولية، أن يقف مع الشعب، لكنه كان ضد الشعب وانسحب لا يتحمل أي مسؤولية، لا يستطيع أن يواجه مسؤوليته، لم يكن قادر أن يواجه مسؤوليته. ودليل ذلك نتائج الانتخابات، لذلك نتائج الانتخابات لم يكن له موافقة من الشعب، لأنه تخلى عن هويته اليسارية، تخلى عن هويته الوطنية واليسارية، وتخلى حتى عن شكر بلاي. طيب هذه نقطة جديرة بالنقاش. سيد البراكي لو سمحت لي، سيد التميمي، سيد البكوري، أريد أن أطرح هذه النقطة على السيد البكوري. سيد البكوري، هناك تحمل أيضا للمسؤولية، اسمح لي لا أريد أن أكون قاسية، ولكن سأطرح المنطق الذي يقوله السيد التميمي. في منطق يقول بأنه ورثة الشهيد شكري بالعيد لم يكونوا على قدر المسؤولية، إن كان هناك من يماطل في حسم القضية في اغتيال الشهيدين شكري بالعيد وأيضا الإبراهيم، هذا جانب، لكنكم لم تحافظوا على إرث الرجل، على ما قدمه، على ما طرحه، دخلتم في لعبة الدخول إلى الوصول إلى السلطة، وقال قبل أن يستشهد بأسبوع نحتاج إلى جبهة مدنية ديمقراطية واسعة. أين هذه الجبهة؟ لماذا فشلتم في الوصول إليها؟ هناك عوامل ذاتية كثيرة، نحن لسنا كغيرنا مثل كغيرنا الذين ينكرون مسؤوليتهم، نحن أخطاء ونعترف بأخطائنا وسنراجعها وسنقدمها للشعب مباشرة، ما فماش حتى مشكل. بالنسبة للجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة التي سعى إليها الشهيد شكري بالعيد والحزب اليساري الكبير الذي هو طموح كل يساري في تونس، نقصتنا أين هو الحزب اليساري الكبير؟ أين هو الحزب اليساري الكبير؟ نسمعه سيد التميمي لو سمحت. أين هو الحزب اليساري؟ لم يوجد الحزب اليساري، أكيد لم يوجد. لقد خنتم مسيرة شكري بالعيد، شكري بالعيد خنتم مسيرتها. طيب. خطكم السياسي يختلف. طيب. سيد التميمي نسمع المنطق، تكررها سيد التميمي، نسمع سيد البكوري لأنه نتائج الانتخابات حركة تونس إلى الأمام هي حركة تضم عديد من القياديين، أولئك حتى من حملوا نهج شكري بالعيد، حتى زوجته موجودة هي يعني في مقام نائب الأمين العام. ممكن أن ترد علينا في المنطق لو سمحت سيد التميمي، نسمعه، تفضل. لو تركني السيد التميمي يطمم لك المجال، تفضل. نحن في اليسار التونسي وكلهم رفاقنا، سواء في جبهة الشعبية أو بشقيها، وكذلك عندنا الائتلاف الديمقراطي الاجتماعي، الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي نتقدم فيه بقوائم في التشريعية مع حزب الجمهوري وحزب المسار و جزء من ائتلاف قادرون وبقية المستقلين. وبالمناسبة أدعو المشاهدين والناخبات والناخبين إلى انتخاب الائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. هذه دعاية الهواء المجان، دعاية الهواء المجان هو أن اليسار لم يعد يسار. سيد التميمي بالمناسبة، سيد التميمي أنت هنا سيد البكوري، هذه الحلقة هي حلقة تمثل نموذجين أو تيارين سياسيين، تستطيعان أن تقدما ما أفضل ما لديكما وأن تصوبا بالنقد على ما تعتبرونه مسالب عند الطرف الآخر، وبالتالي هي حلقة تقنعون فيها الناخب التونسي وتستطيعون أن تتحدثان عن برامجكما، وأيضا تعطون صورة للمشاهد العربي عن الآلية التي تعمل فيها الديمقراطية التونسية. الكلام لك سيد البكوري، وسأعود إلى سيد التميمي، تستطيع أن توضح، تفضل. وأن تدعو أيضا للانتخاب. بالنسبة لي أنا أعدت بقية الأخطاء، بعض الأخطاء التي قمنا بها، وأقولها الآن، هناك مراجعات فكرية ضرورية ونظرية ضرورية للأحزاب اليسارية واليسار التونسي. طيب. نحن في حركة تونس الأمام انطلقنا في هذه المراجعات، وحتى صعب شوية على الوعد، معناها حسمنا في مسألة الحتمية التاريخية وانتقلنا من الحتمية التاريخية إلى الاحتمالية التاريخية، وهذا موضوع فكري.
ونطلب معناه أننا نتحدث أكثر عن الثورة الرقمية وعن الثورة الصناعية الجديدة. الثورة الصناعية أندستري 4.0. طيب سيد البكوري الذي سنتحدث في الشوط الثاني. نتكلم عن المثلث، نتكلم عن الميتافيزيقا. سيد البكوري وسيد التميمي في الحلقة في الجزء الآخر من الحلقة. سيد التميمي في الجزء الآخر من الحلقة سنتحدث عن المشاريع خصوصا البرامج الانتخابية في الانتخابات التشريعية. لكن الآن في تقييم المشهد سيد التميمي، الكلام أيضا بالنسبة لكم في مراجعة الأرقام التي حصلت عليها حركة النهضة وبما أفرزته النتائج بأن الخزان الانتخابي الذي يتم الاعتماد عليه نهل منه مرشحان، إن كان قيس سعيد والذي تخطبون وده لأنكم تريدون أن تعودوا إلى هذا الخزان الانتخابي الذي خسرتموه، نتحدث عن اليمين، عن الطبقة المحافظة، عن الطبقة الشعبية وحتى المسحوقة، ومنها أيضا ينهل نبيل القروي. أنتم تقولون في الكواليس بأنه يجب أن ندعم قيس سعيد وأنه نحن نشكل جبهته البرلمانية التي ستدعم مبادرته في إطار هذا التحالف. في مكان ما هناك أزمة هوية لحركة النهضة، هناك معركة يمين يمين في داخل المشهد الآن الانتخابي، كيف تعلقون على ذلك؟ لا توجد معركة يمين يمين داخل 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 النهضة، فالنهضة هي خطها اجتماعي، والنهضة دخلت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية، وهذا ليس خسارة لخزان الانتخابي لأن أول تجربة في مستوى الانتخابات الرئاسية. فخزان الانتخابي يخص الانتخابات البلدية، يخص الانتخابات التشريعية، ولا يخص الانتخابات الرئاسية، وهذا شيء إيجابي أنها كانت في المرحلة الثالثة ولم يقع إزاحتها تماما كما وقع للقوى الأخرى اليمينية والمتحالفة معها، لأن اليسار لم يعد يسارا وقد خدم مع النظام السابق. هل ما زال اليمين هو اليمين؟ ما قبل الثورة وما بعد الثورة ساعده لضرب الثوار. الآن خط الثورة يعود، الآن خط الثورة يعود داخل النتائج الانتخابية تبين خط الثورة يعود. هذا مهم أن يكون قيس سعيد موجود وأن يكون غيره أيضا موجودا. كل ما له علاقة بخدمة الشعب، بخدمة مصالح العامة، مصالح الاجتماعية، مصالح الديمقراطية للشعب، معناها انتم حزب ثوري ثورة الشعب حزب انتخابات الى طبعا النهضة ثورة. نعم النهضة ثورة. هذا وهمكم الذي يجعل النهضة في اليمين، وهمكم الذي يجعل النهضة في اليمين. أنتم خدمتم البرجوازية الطفيلية، أنتم خدمتم البرجوازية غير المنتجة الطفيلية غير المنتجة. هناك مشكلة في التقييم سيد البكوري، حتى نمشي بالنقاش خطوة إلى أمام. سيد البكوري وسيد التميمي، لطفا سيد التميمي، أنا أتحدث أدير هذا النقاش سيد التميمي لو سمحت. ما يجري الآن هناك أزمة بالنسبة للأحزاب السياسية في الساحة التونسية. لو سمحت سيد البكوري كل الحق والاحترام لك، سيد التميمي لو سمحتما لنا نحن نناقش على الهواء مباشرة، كل الاحترام لكما. هناك أزمة أفرزتها نتائج الانتخابات بالنسبة للطبقة السياسية كلها، حركة النهضة كما اليسار في مكان ما، حركة النهضة ما خرج وقال القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم عن مشاكل داخل حركة النهضة ما قبل الانتخابات الرئاسية، في انتقاء القوائم التشريعية ومن يرأسها وتغيير الانتخابات التي كانت داخلية وجهوية، وصولا إلى تعيين وطلق أيدي قريبين من السيد الغنوشي وأقرباء وخصوصا صهره، نتحدث عن سيد السلام، وكل ذلك يعني في أزمة داخل حركة النهضة، في أزمة داخل نخب من ينتخبها في الخزان الانتخابي. لذلك التيار السلفي البعض يقول يمين اليمين في مكان ما، خزان النهضة ذهب إلى قيس سعيد، تحاولون استعادته من خلال دعم قيس سعيد. ما الذي يدفع لي أن نرى منطقا غير ذلك تستطيع أن تقول سيدة ميمي للمشاهدين؟ دعك من السيد الكوري لطفا البكوري عذرا. لمن البكوري؟ لي أنا؟ سؤال لك سيد التميمي. السؤال موجه لي. نعم وقلت لك لطفا دعك من السيد البكوري وأجب عن منطق حركة النهضة. السيدة يا سيد ميمي استمع للسيدة. طبعا حركة النهضة أن يكون هناك اختلافات، أن يكون هناك اختلافات ونقاشات هامشية داخل النهضة على أعقاب نتائج انتخابات، هذا شيء طبيعي أن يكون هناك احتجاجات، لكن هذا لا يعني أنه تراجع لحركة النهضة. فالواقفون على الدمار الآن واقفون على الهزيمة هو النظام القديم ويمين اليسار، هذا يسمي نفسه يسار وليس بيسار، هذا الذي باع قضيته وانتمى إلى اليسار.
لم يعد يسارا ولم يعد متمنيا للشعب. انتم فرحانكم الشعب كلمته، الشعب لا يأتي كلمته للسلفيين. نحن ضد السلفيه، نحن ضد السلفيه، هزيمة كبيرة. ونحن مع المسار الديمقراطي والوطني بلادنا، مع المسار الاجتماعي بلادنا. طيب نتحدث عن هويه تونس ضد السلفيه، ولكن مع اعاده بناء السياق الثوري، مع اعاده بناء السياق الثوري، ليش الاستقاله بالسياق الثوري؟ مع بناء السياق الثوري. نعم سيد التميمي، سيد التميمي، انت اعتبرت بانه ما جرى داخل حركه النهضه فساد، تنتقلون من الفساد الى أين أنت المسار الثوري. انت مساهم في الفساد، انت مساهمون في الفساد، مساهمون. انتم دعمتم الفساد، دعمتم النظام السابق، دعمتم النظام التقليدي المتخلف في بلادنا، انتم دعمتم الرجعيه، انتم دعمتم هؤلاء. وانتم مشكون، شوف قديش متجمع الدوله، شوف احنا نتصرفوا من داخل الدوله، مما لا شك فيه. لو سمحتم لي لنتحدث عن برامج سيد التميمي وسيد البكوري حتى يكون النقاش منتجا، حتى يكون هذا النقاش منتجا. سيد التميمي لو سمحت لي، سيد التميمي، انت اعتبرت انه ما جرى داخل حركه النهضه. سيد البكوري، سيد البكوري لو سمحت لي، سيد البكوري لا هو منتج كذلك، هناك اختلاف جوهري بينكما، انتما بين في انقسام عمودي بينكما، وهذا ربما بعض ما يفسر في ما انتجته نتائج الانتخابات الرئاسيه في دورتها الاولى. نريد ان نتحدث عن هويه تونس، خصوصا سيد التميمي. هذا واقع الطبقه السياسيه في تونس الذي لا تتناقش. وهذا يشهد لا 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 لا, لا, لا سيد التميمي، سيد التميمي، اي قشريات؟ اذا سمحت سيد التميمي، نحن نحاول ان نذهب الى العمق. هناك مشكله بالنسبه للقوى السياسيه، مع الاشاره الى ان تونس تشكل حيويه سياسيه يشهد لها، يعني عندما نتحدث عن هذه القدره على الحريه بالتعبير. نعم، وان نرى صح، ويشرفنا ايضا، ويشرف ان تعطي صوره عن تونس نتحدث عن المشاهد العربي، لكننا نتحدث عن القشور. هناك مشكله جوهريه بنيويه بالنسبه للاحزاب في تونس، وخصوصا ما افرزته هذه نتائج الانتخابات. نعم. نريد ان نتحدث، انت اعتبرت سيد التميمي انه ما يجري في حركه النهضه هو شيء بسيط، علما انه في مشكله ديمقراطيه داخل حركه النهضه، هناك مشكله محسوبيات داخل. نعم. حركه النهضه، هذا تريد ان تقوله بهذا الاطار. لا، لكن حوله هذا ما قاله السيد محمد بن سالم عن صهر السيد الغنوشي، لكن حول هويه تونس هذا كيف ترون؟ هذا رايه وهو غاضب من النتائج طبعا، هذا وتم طبيعي. ازاحته من رئاسه قائمه بعد ما انتخب بشكل يعني بشكل يعني ديمقراطي. ولكن سيد التميمي لو سمحت لي، هويه تونس كيف ترونها؟ لانه السيد قيس سعيد يطرح انه في مكان ما لديه صوره محافظه حول العديد من النقاط التي يتم تقديمها عن هويه تونس، كيف ترون يعني هوية تونس المقبلة؟ بدأت الآن الحملات المضادة ضد هذا المترشح، وفي الواقع يجب أن نترك المجال للشعب ليقول كلمته في هذا الانتخابات الثنائية بين الصعيدين نبيل القروي وقيس سعيد. لا يجب أن تكون هناك يعني حملات مضادة، لأن هوية تونس القادمة هي هوية حداثية ووطنية عربية إسلامية، أحداثها من خلال قاعدتها الثقافية والقيمية المشتركة للشعب التونسي. نعم، هي حداثية وليست سلفية، هي حداثية انطلاقا من ثقافتها الوطنية العربية الإسلامية، انطلاقا من تحررها، انطلاقا من رفضها للثقافة والفكر والهيمنة الكولونيالية، انطلاقا من هذه هوية التونسيين، هذه هوية التي تريدها النهضة. هي حداثية، هي هوية حداثية، ولكن منطلقة من طابعها وأرضيتها العربية الإسلامية بهذا المعنى. ليس هنالك ذلك الانقسام الحدي الذي يتكلمون عنه بين حداثيين وبين محافظين، غير صحيح. النهضة ليست محافظة، نحن ليس جمهورا محافظا، نحن حداثيون ولكن انطلاقا من أرضيتنا، وليس مقطوعا عن أرضيتنا. حداثيون نتكيف مع الكونية ولكن انطلاقا من أسسنا الثقافية، أسس الشعب، المشترك الشعبي القيمي والثقافي والحضاري والتاريخي. لا، نحن لا ننفي هذا. أعطينا أمثلة كيف يكون ذلك ونجعله سيد التميمي، كيف يكون ذلك؟ أعطينا أمثلة. نعم، قيمنا العربية الإسلامية تأخذ بعدها الكوني، تكيف. نعم. مع الكوني، تكيف مع مبادئ حقوق الإنسان، مبادئ الاجتماعية الديمقراطية، تتكيف مع يعني كل الحقوق لكل الناس، ليس كما قام بذلك النظام القديم بعض الحقوق لبعض الناس، كل الحقوق لكل الناس، حقوق الأفراد وحقوق الشعوب، هذه كلها طيب. مبادئ موجودة في طيب سيد يعني البكوري، مبادئ مستنبتة في قيمنا العربية الإسلامية. طيب. ولكن أيضا توجه حداثي كوني تعترف بالكوني بالبشري المشترك. أين أنتم سيد البكوري من المرشحين؟ طيب اسمح لي سيد ضد العنصرية، ضد الاستعمار، ضد الهيمنة، ضد ذلك. سيد التميمي اسمح لي، سيد البكوري أين أنتم من كلا المرشحين المتأهلين للدورة الثانية؟ حركة تونس إلى الأمام. بالنسبة للمترشحين، بالنسبة لحركة تونس إلى الأمام، نحن إلى الآن لم نسمع نحدد موقفنا على أساس البرامج وما نستمع إليه من المرشحين.
لم نستمع لأحدهما لأنه في السجن ولم نستمع للآخر. هناك مسائل أساسية بالنسبة لنا لأنه في أول مهام رئيس الجمهورية ومن خلالها وهي الخارجية والأمن القومي، المسألة مثلا بالنسبة للسياسة الخارجية الموقف من انتصار الشعب العربي السوري، الموقف من التحالف ضد اليمن، الموقف من إعادة العلاقات مع سوريا، هذا بالنسبة للخارجية وهو أمر محدد بالنسبة لنا. وبالنسبة للأمن الداخلي الموقف من ملف الاغتيالات السياسية على الشهيدين شكري بالعيد والحاج البرامي والأمنيين والعسكريين والمدنيين الذين اقتالهم الإرهاب، والموقف من ملف التسفير إلى سوريا هذا أساسي بالنسبة لنا، كذلك الموقف من الجهاز السري لحركة النهضة. لكن كان هناك دورة أولى وهي مسألة لم تتمسكون بالعتلات التي قاومت بها الثورة. سيد التميمي لو سمحت تنظيم سري، ألم تكونوا تنظيم سري في وقت بن علي تتكلمون عن تنظيم سري؟ عن أي تنظيم سري تتكلمون؟ أنتم تواجهون ألا ولباسة تماما واضح تماما واضح بل واسع، ولكن أنتم من تغطون على الجريمة وتريدون رهان الدم، تريدون رهان الدم من ضد الشعب، تريدون أن الشعب يتقاتل، أنتم تريدون يعني الشعب يتقاتل رهان الدم، أنتم لا تريدون أن يظهر المجرم الحقيقي بشكل كبير، أنتم تغطون على الجريمة، تريدون أن توجهوا الضغط إلى الأبرياء حتى تغطوا على الجريمة، موضوع الجهاز السري، سيد التميمي إذا تريد أن تثير موضوع الجهاز السري مع الأمير، سيد البكوري كان هناك فسحة من الوقت في نظرية عن الجهاز السري وسترين هذا المشهد. طيب سيد البكوري موضوع الجهاز السري سيد التميمي لو سمحت أريد أن أسأل سؤالا في البلد، استكمل سؤالي لو سمحت بمعنى أدق. سيد التميمي سيد البكوري كان هناك فسحة من الوقت سيد التميمي أرجوك كان هناك فسحة من الوقت تتعرفوا على المرشحين في الدورة الأولى، كان في حملات وبالنسبة للمرشحين كلها وبما فيها موضوع الهوية، لأنه ما أنقله عن السيد شكري بالعيد يعني الشهيد شكري بالعيد قبل أن يستشهد في إعلان يعني حركة الوطنيين الديمقراطيين تحدث عن ملامح الهوية العربية التقدمية وأن تراث التقدم العربي الإسلامي جزء من مرجعيته الفكرية، يتحدث عن حركة الوطنيين الديمقراطيين وإضافة إلى مداها الأممي عبر التحامها بالقوى التقدمية في العالم. هذا يمكن أن تلتقوا فيه بمكان ما مع أي من المرشحين، كان في فسحة لتتعرفوا على رؤاهم لا؟ سيدتي بالنسبة لمسألة الهوية حسبت بالنسبة لنا وحسبها الدستور، نحن شعب عربي مسلم ولنا ونستبد ونعتد بالفكر التقدمي العالمي ونحن منفتحون على كل العالم، وعندنا في تاريخنا العربي الإسلامي كثير من التاريخ من الأفكار التقدمية النيرة من المعتزلة إلى القرامطة، وهذا الفكر الذي وهو مخزوننا الشعبي الذي حسبت هذه مسألة الهوية. نحن حين نتحدث عن الرئاسة هناك مواقف سياسية وانتقدنا من مسألة الشعبي القرامطة الذين كسروا الحجر الأسود إلى هذا المربع الكعبة، القرامطة هو المخزون الشعبي، هو المخزون الشعبي، هذا المخزون الشعبي من التاريخ، ربما موقف من قال والذين ضربوا الكعبة بالمنجنيق قرامة، هذا المخزون الشعبي، هذا المخزون الشعبي. وضرب نتكلم بوضوح عن العربية الإسلامية، نتكلم عن هوية عربية إسلامية تقدمية ذات بعد حداثي. أرجوكما أنا هويتي من العربية الإسلامية، نحن شعب عربي مسلم،
في كثير ليس لك وعي بالهوية وأنت بعدت حتى الهوية كما عرف شكل بعيد يرحم شكل بعيد عرف الهوية أحسن ما عرفته يرحم شكل بعيد عرف الهوية أحسن ما عرفته أنتم بعدتم عن الهوية كما عرف شكل بعيد وجه السلفي للسيد مين بعدتم عن الهوية كما عرف شكل بعيد بعدتم عن الهوية اللي عرف شكل بعيد لا لم تعرف الهوية حتى نتوقف لأنه سنذهب إلى فاصل لو سمحتوا مالي نريد أن نذهب إلى فاصل سيد التميمي سيد البكوري إذا بالمناسبة هذا النقاش لا إذا سمحت لطفا لا نستخدم أي ما يجرح كلا الطرفين سيد البكوري وسيد التميمي لو سمحتم لي لا غير مسموح أن يتم أبدا توجيه أي كلمة تسيء إلى أي من الطرفين موضوع استخدام هوية تونس موضوع مهم جدا سيد التميمي طرحت بعض النقاط لها في ضاربة في العمق التاريخي والسيد الكوري رد في بعض المناحي في حساسية عفوا البكوري في مناحي حساسة حتى على المستوى الديني سنقف عند هذه النقطة لكن على أن نعود لأن حركة النهضة في مكان ما تقدم لها اتهامات في عمق الهوية الخاصة في تونس في خلفية استخدام حتى المساجد في أكثر من ذلك السيد منصف بن سالم أحد القياديين العريقين في حركة النهضة تحدث عن أنه كان هناك في كتابه سنوات الجمر جهازا سريا لحركة النهضة كلها في إطار الاتهامات هناك حديث عن استخدام وتسييس القضاء ما جرى مع القروي جانب من الجهاز السري جانب من خصوصا بأن هناك من يقول هناك محاولة لتسفير حسم قضية الجهاز السري لما بعد الانتخابات التشريعية عندما يحصل الكثير من قيادي النهضة على ما يعتبرونه حصانة سنعود لنقاش هذه النقطة سيد التميمي سيد البكوري والحديث عن البرامج في الانتخابات التشريعية بين كلا الطرفين ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا رجاء أهلا بكم من جديد مشاهدينا في التونسية في حلقة تناظرية متفاعلة بشكل شيق وكبير حقيقة وجميل مع تجديد يعني الترحيب بضيفينا السيد عبد العزيز التميمي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة وعضو مجلس الشورى للحركة معنا من العاصمة تونس سيد مراد البكوري عضو الأمانة العامة لحركة تونس إلى الأمام معنا أيضا من العاصمة تونس أهلا بكما من جديد قبل أن نستأنف النقاش أود مجددا أن أشكركما على ما تقدمانه لنا من هذه الصورة التي تعطي نموذجا وإن كان محتدما وإن كانت الأصوات عالية ولكن هذه غيرة على مشروع كل منكما وتقدم صورة عن تونس ما بعد الثورة الولادة التي تعطي نموذجا يعني يحتذى فيه بالديمقراطية والحوار والحيوية السياسية سنعود مجددا إلى النقطة الخلافية لأنه تحدثت فيها قبل الفاصل وسأعطي المجال للسيد التميمي حتى نسمع منه الرد لأنه هو أصر على موضوع الجهاز السري وأنا صراحة لم أكن أريد أن أطرحه بمعنى لأنه علق عليه بشكل كثير وكان حاضرا هناك اتهامات بأنه يفعل دائما بالحملات الانتخابية خصوصا ما بعد اغتيال الشهيدين شكري بالعيد وأيضا الإبراهيمي وهنا سيد التميمي لأن هناك تحركات حصلت وهناك اعتصام للمحامين وأيضا هيئة الدفاع عن الشهيدين تتحدث عن محاولة لتسفير الملف من خلال يعني دفعه 5 سنوات إلى الأمام بدون تحريك وكان في اعتصام أمام المحكمة الابتدائية إما لوضع الملف يعني لإحالته أو أنه إنهاء الملف ولكن النظر فيه بالقضاء وتعتبر أنه في شخصيات ستحصل على حصانة ويرحل لمدة 5 سنوات بمعنى عنوان عمر الدورة البرلمانية كيف تعلقون على ذلك؟ في الواقع كان الأولى أن نتحدث عن برامج الرئاسيات التي ستقع بعد أسبوع أو أكثر قليلاً الأولى نتكلم عن برامج نتكلم عن لا أنا إذا لا تريد أن تعلق لا مشكلة سيد التميمي بالمناسبة ولكن الآن العودة إلى لا لا سيد التميمي إذا لا تريد أن تعلق لا مشكلة نتجاوزه إذا لا تريد أن تعلق لكنه سيسجل خطك بالنسبة للسيد البكوري سأعلق على المشكلة سيد البكوري سيسجل خطك تفضل سيد التميمي سأعلق على المشكلة ولكن كان الأولى أن نتحدث عن برامج الرئاسيات الآن بالنسبة للموضوع بالنسبه لموضوع يعني موضوع الاغتيالات لماذا اثير على برامج رئاسيات وانت بسبب هذا الفشل الذريع هذا الفشل الذريع الذي اصاب اقطاب الجبهه الشعبيه الاتهام لكم سيد التميمي هذا ما اسالك عن الاتهام لكم سيد التميمي لجأوا الى اعاده اثاره هذا الموضوع موضوع الاغتيالات لجأوا إليه وهم الذين يتسترون عن الاغتيال عن المغتال الحقيقي يتسترون على القاتل الحقيقي طيب حتى سننهي هذا النقاش سيد التميمي أنت لم تشك وسيد البكوري ننتقل بالنقاش إلى خطوة إلى الأمام دم شكري بالعيد النهضة أبرى
النهضة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. مسألة واضحة ليس لها علاقة بهذا الموضوع، ولكنهم يستثمرون في كل مرة، ورغم ذلك أفشلتهم في الانتخابات لأن قضية واهية أرادوا إثارتها الآن في إطار خطة لإعادة كريهان انتخاب. يعيدون إعادة كريهان انتخاب ولكن ليس لها معنى، مش موجود الموضوع هذا. حتى تاريخيا حينما تكلم مصطفى بن سالم عن الجهاز السري، تكلم عن مجموعه من الاميين تحملوا مسيرتهم ضد دكتاتوريه بن علي سنه 90، ولكن الان يريدون ان يعيدوا هذا. لا، الكتاب يتحدث عن اوسع من ذلك سيد تميمي، يريدون ان يعيدوا هذا. يتحدث عن اوسع من ذلك سيد تميمي لكي يعيدوا سيطره سيد تميمي. الكتاب يتحدث عن اوسع من ذلك. نعم، إعادة هذا الموضوع غير تاريخي، ليس له معنى. طيب، بعد الثورة بكل ليس له معنى. بكل شيء شفاف، كل شيء مدني، كل شيء كيف معلن. ليس له معنى؟ لا يوجد شيء سري أبدا. أنتم تمتلكون جهاز السرية بعد الثورة بطريقة نحاكم كل الأحزاب التي كانت سرية قبل الثورة. كل الأحزاب التي كانت سرية قبل الثورة نحاكمها بهذه الطريقة. أنتم يد السلطان، أنتم الهراول القوية. لديكم جهاز سري إلى الآن، أنتم الهراول الثقيلة للبوليس السياسي قبل الثورة. أنت بهيرة وثقيلة للبوليس السياسي قبل الثورة. وتعيدون نريد أن نتحدث عن المشاريع الانتخابية. سيد التميمي وسيد البكوري، انقضى الأمر في النقاش في هذه النقطة. سيد التميمي اسمعني لطفا سأتحدث عن البرامج الانتخابية خصوصا في التشريعية المقبلة. سيد البكوري تعلق ولكن ننهي هذه النقطة لطفا، ونتحدث عن المرحلة المقبلة في الانتخابات التشريعية. كيف ستدخلون تعلق وأطرح عليك السؤال. سأعلق كيف تدخلون الانتخابات التشريعية؟ كيف يمكن للمواطن التونسي تفضل كيف يمكن للمواطن التونسي ان يكون يثق في قضائه ويثق في اجهزته وهذه الألغاز لم تحل؟ هذه ألغاز صارت بعد الثورة في عهد الترويكا. أنتم لا تريدون حل، لأنكم تتاجرون بقضية بالعيد. أنتم لا تريدون حل، أنتم تغطون على المجرم الحقيقي. أرجوكما سيد التميمي وسيد البكوري. الأمر لا يدار هكذا. سيد التميمي نريد أن نسمع البرامج لو سمحتما. أنتم في حركة تونس الأمام، كيف تؤثر عليكم نتيجة الدورة الأولى الرئاسية بالنسبة التي وصلتم إليها؟ وإلى أي حد قد تستطيعوا في مكان ما في الانتخابات التشريعية ما بعدها أن تشكلوا كتلة برلمانية وازنة لليسار للملمة ما ضاع؟ بالنسبه للدور الثاني معناها من الرئاسيه، قلت ان كلا المترشحين لم نسمع لهما مواقفهما غير واضحه وغير دقيقه في مسائل جوهريه بالنسبه لنا، منها مساله العلاقات مع سوريا، مساله التسفير، مساله الجهاز السري، مساله الاغتيالات. هذا لم نسمع احد اي من المرشحين يتحدث عن هذا، لذلك لا نستطيع أن نبني موقفا سواء بالمساندة. ولم يكن هناك فسحة تعتبرونها كافية ما قبل الدورة الأولى، وهل أنتم مع الإفراج عن القروي لإدارة حملته الانتخابية خارج السجن؟ طبعا، هذا مرشح للدور الثاني، ومنذ البداية قلنا أن العملية إيقاف السيد القروي هي عملية مشبوهة، وواضح بالنسبة لنا أن توقيتها كان لم يكن بريئا. لماذا لم يوقفوه قبل تلك الفترة؟ وهو لإبعاده الناس هذه، تعرف من الاستطلاعات الرأي عرفت أنه السيد متقدم، ولذلك أرادوا أن يخفضوا صوته فقط. لكن مسألة مبدئية بالنسبة لنا
يعني ما لا نتمنى السجن لأي كان، وخاصة حين يكون مرشحا رئاسيا ندعو بطبيعة الحال إلى إخراجه حالا من السجن، وهذا إذا كان أمر. طيب تطرحون نفس الطرح سيد التميمي، هل أنتم مع إخراج القروي من السجن علما أنه وجه اتهامات لحركة النهضة ولا يوسف الشاهد بأنكما تريدان إبقائه بالسجن خوفا من ما سيتحصل عليه ليس فقط في الرئاسية وإنما أيضا التشريعية بالنسبة لقلب تونس؟ نحن لا نريد سجن لأحد، لكن عندنا قضاء، القضاء هو اللي لدى ثقة في القضاء أن يأخذ القرارات الصحيحة، القرارات العادلة والصحيحة، عند الثقة في القضاء. إذا كان ثم قضايا يكون واضح، حسب يكون واضح، هذا مش قضايا يطلق سراح الرجل وهو مترشح وأحد الناجحين، هذه إذا لم تكن قضية، كان قضية يكون صريحا القضاء يقول هذه القضية ما هي، يحسم في هذه المسألة حتى يكون الأمر واضحا. ولكن بالنسبة للطروحات، الطرفين، يقول السيد نبيل القروي يقول أنه هو مرشح الليبرالية والحداثة، ولكن ويقول عن قيس سعيد انه مرشح المحافظه والاسلاميه، في الواقع هذا غير واضح بالنسبه لي، ومش ممكن ان تعطي برنامج شخص من خلال شخص واحد، يعني غير واضح الموقف من الهويه الجامده والهويه المتحركه والليبراليه الجامده ايضا والليبراليه المتحركه، مساله الحداثه كيف نفهم الحداثه، هذه قضايا تكون واضحه عند في برنامج الطرفين حتى ممكن ان ناخذ موقفا من 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 احدهما. ولكن ايضا من مهام رئاسه الجمهوريه المسائل الخارجيه التي تخدم تونس، تخدم الوطن، تخدم معناها ما يخدم تطورها الاقتصادي، نموها، علاقاتها الخارجية المغاربية العربية الأوروبية لغير ذلك، ما يخدم هذا. لا نبقى دائما في قضايا الجزئية والاهتمامات الحزبوية، كيف سيكون موقفه من التنظيم السري، كيف سيكون موقفه من الجزئية، كيف سيكون موقفه من التفكير السوري. طبعا احنا ضد هذا، هذه قضايا مهمة ولكنها فرعية امام القضايا الكبرى. لا سيد التميمي، موضوع سوريا ليس فقط العلاقات، موضوع التسفير، تحصن بالقضاء وتحصن بالطرق الديمقراطية والآليات السياسية في تونس، ولكن ليس هي قضايا مركزية لنظام رئاسي من نظام الجمهوري، ليس قضايا رئيسية لنظام الجمهوري. كيف يستكون موقفه مع حزب معين أو موضوع السياسة الخارجية؟ السياسة الخارجية موضوع مهم بالنسبة للرئيس، قوية وضيقة لا نبني عليها المواقف، هي قضايا صحيحة ولكنها جزئية من القضايا الكبرى المنوطة بالنظام الجمهوري، الجمهورية الجديدة، الجمهورية الثانية، قضايا الوطنية، قضايا الشعب، قضايا التنمية، قضايا الفوارق بين الجهات، قضايا الفقر، قضايا التخلف، هي ملف أساسي بالنسبة لرئاسة الجمهورية لو سمحت لي سيد التميمي، ملف السياسة الخارجية هو ملف أساسي لرئيس الجمهورية خصوصا في موضوع المحاور التي تعيش في المنطقة. طيب سيد التميمي، انخرطت تونس في لعبة محاور احتضنت اجتماع اصدقاء سوريا كما كان يوصف. نعم. لو سمحت لي سيد التميمي، طبعا احنا ما عادت العلاقات واحنا ضد التسيير، ليس لنا علاقه بالتسيير، لم يكن لنا علاقه بالتسيير. سيد التميمي، هل تطمع اعاده العلاقات مع سوريا كحركه نهضه رئيسيه لنظام الجمهوري؟ سيد الدكتوري لو سمحت لي اريد ان اسمع هذا الموقف من سيد التميمي. وهم الذين سفروا ابناءنا في موقف اريد ان افهمه لو سمحت لي من السيد التميمي، أنتم كحركة نهضة مع عودة علاقات مع سوريا؟ ليس لنا مشكل مع عودة علاقات مع سوريا، وليس لنا مشكلة على البحث في التسفير، ونحن ضد التسفير إلى سوريا في البعدين الذين يقاتلون في سوريا سواء مع النظام أو ضد النظام، من ضد هذا؟ إذا فاز مرشحكم قيس سعيد ستدعمون أن يعيد العلاقات مع سوريا، ولكن هذه أيضا ليست قضايا رئيسية. موقفكم من بشار الأسد، ما هو موقفكم من بشار الأسد؟ كيف تعتبرون؟ عندنا مشكلة العلاقات هذه علاقات دبلوماسية بين الدول، دولة لدولة، احنا لا ندمر دولة، ندخل على دولة تدميرها ليس شأننا، مش هون داخلين ندخل فيها ما دام دولة. لكن اجبوا على سؤال موضوع الرئيس السوري بشار الأسد. ليس هناك فرع من الاخوان المسلمين، من دمرها اذا؟ ليس لنا مشكلة من دمرها، ارجع اخوان في شوارع الحبيب بورقيبة وكفروا انتم دائما تعيدوا من الاخوان المسلمين التحرير وقلتوا نحن على مسألة عن موضوع الرئيس السوري، على مسألة عن موضوع الرئيس السوري، كيف تظهروا للرئيس السوري بشار الأسد؟ سيد الدكتور اقرب من سيد المسلمين، ثمان سنوات اسمح لي بطرح النقطة، سيد البكوري يريد النقطة التي طرحتها سيد التميمي، طرح عليك سيد البكوري نقطة، لو سمحت لي سيد البكوري، طرح عليك نقطة سيد البكوري، كيف تنظرون للرئيس السوري بشار الأسد؟ هذه النقطة التي طرحها سيد البكوري طالما تحدثون عن عودة العلاقات. السؤال موجه لي. نعم سيد التميمي تفضل. لي
نعم ثم هذا مشكل، النظام قائم، ما عندناش مشكلة هم النظام قائم، احنا لن ندمر الأنظمة، نظام قائم نتعامل معه، والشعب هو اللي يحسن فيه، الشعب هو من يحسن فيه. يعني يكون أو لا يكون. هذا موقف حركة النهضة، أريد أن أسمعها منك. ما عندناش مشكلة. هل لك أن تقول لي مصر مع الرئيس السوري بشار الأسد؟ لن نكون عقبة، لن نكون عقبة، دبلوماسيين لن نكون عقبة في المواضيع هذه، الدول تتعامل مع بعضها كما هي. مصر سوريا وغيرها. هل لك أن تقول لي مصر؟ دول التميمي دول دول ليس هناك معركة بين حزب سياسي ضد دولة، هذا لا يكون. أريد أن أسمعها نصا، أنتم في حركة النهضة مع عودة العلاقات مع سوريا بما فيها يعني الرئيس السوري بشار الأسد؟ لا نرى مشكلة، هذا التعامل تاع دول لا نرى فيه مشكلة. هل لك أن تقولها لطفا؟ هذا تعامل دول، المسألة الدبلوماسية تعامل دول، هذا دولة لدولة، يعني ليس هناك صراع بين حركة ضد دولة. لا يستطيع. طيب سيد التميمي يريد ان يقول واضح كما انت الذي لا تستطيع، انت الذي لا تستطيع، كيف ذلك؟ كيف انت لا تستطيع؟ انت تصطف، لا هو الموضوع ان تقولها نصا باننا لسنا عندنا مشكله مع العوده بوجود النظام القائم حاليا. موقف بين الدول دوله لدوله ترجع علاقات، من المشكله الشباب التونسي لن ما المشكله ان ترجع علاقات، تعود علاقات، هذا قرار رئيس الجمهوريه وخرج وزاره الخارجيه، حينما تاخذ هذا الموقف من اجل اعاده العلاقات نعيد العلاقات. اذا اخذت الدوله النظام الجمهوري ووزاره الخارجيه متاع تونس، انت حزب سياسي، نحن معه، انت حزب سياسي، نحن لا نعترض عليك، انت حزب سياسي، لا نعترض على موقف الدوله وموقف خارجيه الدوله، موقف عن حركه النهضه. نعم نحن نقف على الشرعيه، نقف على الشرعيه، الموقف الشرعي للدوله وللنظام الجمهوري ولرئاسه الجمهوريه ولوزاره الخارجيه، حينما تتخذ موقف نحن معه ماناش ضده. وحركه النهضه هذا هو موقفها، ولكن ليس هذا قضيتني الرئيسيه. نعم. قضيتني الرئيسيه. طيب. اكبر بكثير. طيب خليني اسالك عن موضوع مهم سيد التميمي، عن موضوع يعني موضوع كمان لانه حتحدث عن التشريعيه والرئاسيه، وفي موضوع مهم له علاقه بالواقع الاقتصادي، كيف ستحلون ازمه الميزانيه في تونس بالنسبه لكم انتم، ما رؤيتكم بحركه النهضه في البرلمان المقبل بشكل سريع لطفا حتى نسمع سيد البكوري ايضا. النظام النمطي انتهى، النظام النمطي القديم الذي بنى كل اقتصادياته على منوال قديم للتنمية هذا انتهى، ولا بد من منوال جديد للتنمية، منوال جديد في قوة العمل وقوة رأس المال. ما ثمش هذا التناقض بين الحركة العمالية وبين رجال الأعمال اللي يلزمهم حماية من الدولة ويلزمهم يستثمروا في الاقتصاد الوطني، في رأس المال الوطني، ما يكونش ضد الاقتصاد الوطني، ضد رأس المال الوطني بتاع البلاد، حينما يستثمروا في رأس المال الوطني والاقتصاد الوطني للبلد وبمساعدة من الحركة العمالية يكون عندها حقوقها ومطالبها أيضا، هذا التعاون استدانة افتقد طيلة 8 سنوات، هو الذي سيخلق منوال تنمية جديد، سيد التميمي. استدانة، تقشف أم ضرائب؟ أي من هذه الثلاث نقاط قد تكون مفيدة لكم لحل أزمة الميزانية والتي تتفاقم بالنسبة لتونس بشكل نتكلم سريع. أساسا عن تغيير منوال تنمية، بعد ذلك نتكلم عن استدانة وغيرها. لكنها حالية. أولا تغيير منوال التنمية الذي لم يتغير، أولا تغيير منوال التنمية الذي لم يتغير. سيد البكوري، من أجل الشعب، سيد البكوري، من أجل الشعب، من أجل الاقتصاد الوطني، من أجل الاقتصاد الوطني، من أجل الشعب، تنمية للشعب، ليس ضد الشعب. واضح سيد التميمي، لطفا نسمع سيد البكوري، ليس ضد الوطن. بعد ذلك نتكلم عن الاقتراض والضرائب وغير ذلك، هذا يتبع من ولا التنمية الجديد. نعم. سيد البكوري تفضل. السيد التميمي تحدث على منوال التنمية الجديد، ومنوال التنمية الجديد الذي يريد، أن كان 8 سنوات في الحكم بيده مقاليد الحكم، 3 سنوات حكم مطلق. ما تكلمش باسمي عن منوال التنمية، تكلم عن موقفك، ما تكلمش باسمي عن منوال التنمية الذي يتحدث عنه، لا تتكلم عن هذا، لا تتكلم عن قادم الايام، لان الماضي تابع النظام القديم وتابع منوال التنميه القديم. تكلم عن طرحك انت، تفضل. اسمح لي، تكلم عن طرحك انت، اريد ان اسمع طرحك انت، حركه تونس الى الامام. تفضل سيد بكوري، تكلم عن طرحك انت والاجتماعي، نحن طرحك انت الاقتصادي والاجتماعي. اسمع راه نجم نعيط، تفضل وسع بالك شوي هدوء. تفضل سيد بكوري، ارجوك الوقت انتهى. تكلم عن طرحك انت، تكلم عن طرحك انت، حركه تونس الى الامام. لا تكلم عن طرحك انت، اتركني. تفضل سيد البكوري، ارجوك. نحن هذا الحديث على تغيير منوال التنميه، هذا حديث في لا يكون الا على مستوى على الاقل متوسط المدى، لكن نحن نتحدث عن حلول عاجله للاقتصاد التونسي. أول حل لأنه نسبة الدين هذه نسبة كبيرة ولات عنا، مشكلة الديون
ولات مشكلة كبيرة. دونك يلزمنا نحاولوا نقصوا من الديون اللي هي تمشي الاستهلاك والاستهلاك اليومي، ونمشيوا للديون إذا كان اضطرينا كونوا ناخذوا قروض ما تمشي كان القروض التي نستعملها في وسائل إنتاج، في الاستثمار، في تقديم مواطن الشغل الجديد. هذا معلوم، كل المختصين يقولون نتدين. هذا معلوم. طيب أي كل المختصين يقولون اتركني اقوله. لا لا كل مختصين، حتى انا اقوله، حتى انا اقوله، لكن اقول ايضا من وزاره التنميه إذا كان ليس في مدى متوسط فقط، من وزاره التنميه هناك اجراءات عاليه، حتى نصل الى نقطه فاصله، لانه هناك اجراءات عاليه من وزاره التنميه ايضا، ليس فقط المدى المتوسط. نحن نريد ليس فقط المدى المتوسط، لان الوقت انتهى، الوقت انتهى. سابقا مع السيد البكوري لو سمحتما، الناس تتفرج فينا، لو سمحتما سيد التميمي، انت لا تطرح، انت لا تطرح، سيد التميمي ارجوك انا ادير هذا الحوار، اسمعني سيد التميمي لطفا لو سمحت، سيد البكوري، سيد البكوري انتهى الوقت بالكامل، اريد منكما كل منكما ان يقول الناخب التونسي، سيد البكوري ارجوك اسمعني سيد البكوري في جمله، كل منكما يقول لماذا على الناخب التونسي ان ينتخب حركه تونس الى الامام في البرلمان، ولماذا يجب ان ينتخب حركه النهضه دون ان نتداخل على بعضنا البعض. اسمع منك سيد البكوري بجمله، تفضل. نحن دخلنا الانتخابات التشريعيه في اطار اتحاد ديمقراطي الاجتماع، والمسألة الاقتصادية والاجتماعية هي المسألة الأساسية. نريد أنه وتنقيص الديون مثلا، الأحداث منحة للبطالة هذه ضرورة موجودة في برنامج الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، تنقيص في الرواتب متاع الحكومة، ومحاولة إيجاد سلم اجتماعي لمدة على الأقل معناها 3 سنوات بالاتفاق مع بين الأطراف الاجتماعية الكل. طيب. وهذا الاتفاق اللي يكون يحثنا سلم اجتماعي تدور فيه دورة الانتاج. طيب. ونقدر من خلاله أنه بحلول بسيطة وسهلة نقدر نقدمه. إذن طيب. نحن ندعو إلى انتخاب قائمات الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. نعم. اللي موجودة في الدوائر تونس الكل. سيد التميمي بجملة تفضل لطفا. ندعو إلى انتخاب قوائم حركة النهضة باعتبار أن نريد منوالا تنمويا جديدا، نريد طبعا القضية الرئيسية الآن هي منوال التنمية، هي المسألة الاقتصادية والاجتماعية. نعم. المنوال الاقتصادي والاجتماعي الذي اشتغلت عليه النهضة منذ أشهر. نعم. الآن وعدت برنامجا في هذا الموضوع، وهي تحفز قواعدها ومنتخبيها لأن يؤيدوها وأن ينتخبوها حتى يستعيدوا مصالح الشعب ويستعيدوا هذه المساواة بين الجهات، هذا التفاوت الفظيع الذي حصل وهذا التجريب، هذا الانقسام، هذا الانقسام الطولي بين الدواخل والسواحل، هذا الظلم الذي تعرضت له الجماهير الشعبية وتعرض له المفقرون في البلاد. لأجل هذا نحن نطرح برنامج، نطرح برنامج من أجل استعادة. شكرا جزيلا لكما سيد عبد العزيز التميمي، شكرا جزيلا لكما انتهى وقت الحلقة. سيد التميمي سيد عبد العزيز التميمي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة وعضو مجلس الشورى للحركة، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق لكم في الانتخابات التشريعية. سيد مراد البكوري عضو الأمانة العامة لحركة تونس إلى الأمام ضيفنا من عاصمة تونس، كل التوفيق أيضا لكم في الانتخابات التشريعية وبمن ستدعمون إن دعمتم أي من المرشحين. هذا الكلام لحركة النهضة ولحركة تونس إلى الأمام عندما تحدث عن دعم أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية في الدورة الثانية. شكرا جزيلا مجددا لكما على هذه الصورة التي قدمتموها لنا من تونس، على هذا الحوار الشيق، وأيضا عن نموذج الحرية في التعبير والحيوية السياسية لتونس ما بعد الثورة. مجددا شكرا جزيلا لكما ولمشاهدينا تونسيا. انتهت، إلى اللقاء.